بعد تصدر مرسيدس العنود مواقع التواصل، أبرز المواقف في حياة العنود اليوسف. تصدر اسم الناشطة السعودية العنود اليوسف وسيارتها مواقع التواصل الاجتماعي، ليحتل واسم مرسيدس العنود اليوسف الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وجاء ذلك بعد نشر العنود اليوسف خبيرة التجميل السعودية مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، ظهرت من خلاله تتحدث عن معاملة زوجها السيئة لها، إلا أنها ظهرت بعد ذلك في مقطع فيديو جديد تستعرض من خلاله سيارتها الجديدة من طراز مرسيدس التي قدمها زوجها لها كهدية، حيث تفاعل المغردون مع الوسم، ومنهم من قال إن العنود تسعى للمزيد من الشهرة. أهدى زوج العنود اليوم لزوجته مرسيدس خاصة بها، وجاء ذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثرتها عبر موقع تويتر تتحدث بفيديو لها عبر حسابها عبر سناب شات عن معاملة زوجها القاسية معها، مما أثار الكثير من التعاطف من قبل رواد تويتر. ويذكر أن النشيطة السعودية العنود اليوسف تعد من أهم خبراء التجميل على مستوى المملكة العربية السعودية، ولها عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر وإنستغرام وسناب شات، تقوم بعرض العديد من الفيديوهات التي تختص بتجميل والميك اب، ولها متابعون كثيرون على حساباتها وفي المملكة، ومتابعة جيدة من قبل السعوديات على كافية طرق التجميل التي يتم عرضها على حساباتها. هذا الأمر جعلها تكسب الكثير من الجماهيرية، وخاصة لأنها تقدم ذلك بطريقة محترمة وفق العادات والتقاليد المتبعة في المملكة، بخلاف عن المشهورات ممن يفعلون المحظور من أجل الوصول إلى جماهيرية كاذبة. ومن أكثر المواقف المثيرة للجدل في حياة العنود اليوسف ظهورها مؤخرا بقصة جديدة، وهي تشكي من المعاملة القاسية لها من قبل زوجها من خلال فيديو لها عبر تطبيق سناب شات، وهي تتحدث عن المعاملة السيئة من زوجها لها، أثارت الكثير من الجدل وتعاطف الجمهور معها، حتى تم التفاعل مع واسم العنود يوسف دعما لها ولقصتها بعد بث فيديو العنود. واليوم تخرج بقصة جديدة تثير اهتمام رواد تويتر عبر واسم مرسيدس العنود. وفي وقت سابق نشرت العنود اليوسف فيديو لها وهي تتحدث عن ظروف خاصة بالبيت، وتقرر إغلاق السناب شات الخاص بها، حيث تحدثت عن تغير أطباع زوجها وتهميشه لها، وتقرر إغلاق سنابها بسبب سوء حالتها النفسية والاقتصار على إنستغرام. راح تركب بسم الله جلطة، بسم الله الله يستر. يا ربي تعال اركب هنا. وش هذه؟ وش هو؟ وش هذه؟ هذه سيارتك الجديدة. استهبل صح؟ ايه استهبل، تعال اركبي. قولي الحمد لله، استغفري انت، مرسيدس ترى هدية صحية. الله يعطيك خيرك فيك شره، وانا اسف على المقلب، والله اسف. ترى ما صحت الا يوم شافت، ما صحت الا يوم شافت الاستمارة باسم العلم. الله يبارك لك يا رب، وانا جدا اسف على المقلب. حرام عليك والله، حرام والله، انا اسف جدا، لكن انا انجبرت والله اسوي زي كذا. انا ما كنت ترى والله راح اطول، كان هو اصلا يوم يومين وراح اجيب السياره، بس انه طولت طلبيتها وكذا، هذا اللي اخرني، واسف جدا. ما جفون جفون لي من الصياح. انا اسف جدا اسف جدا اسف جدا، رغم اني ترى زعلت يوم تكلمتي، والله زعلت جدا. تستاهل، مهمشني بالبيت.